الصحافي ونشر موقع الكلمة أونلاين أسس موقع بفاضل. أهلا وسهلا فيك. اليوم 14 أيلول وهيدي الذكرى هي ذكرى مهمة عن كثير من اللبنانيين إذا بشكل اللبنانيين المسيحيين. اليوم بس يكون في خطر بس يكون في أزمة وجودية اللي هن موجودين فيها بيترحموا على بشير الجميل بيقولوا لو بشير كان موجود. هيك التمثيلية اللي عملها حزب الله ب 21 آب يمكن كانت تمثيلية بعملية الرد على مقتل فؤاد شكر انتهت بوقتها ما فعيلها. هل تعتقد انه حزب الله هزم بجنون؟ ما ربح خسر حزب الله يعني تيار ايه بنهز اكيد يعني انضرب بدها تأثر على 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 حركته. دكتور جعجع ما عم يتوفق بطروحاته السياسية. انطبعت بذاكرة كتير بفترة وقت طلعت مع مارسيل غانم بحلقة صار في عندك إشكال مع وزير وئام وهاب وضربته أنت على الهواء. التقيت فيه بمناسبة اجتماعية معينة أو صلحته أو شو عاد صار بعدين؟ روح صار قطع لي بعد بس أنا ما بقبل يعني يكون ضحية. هيدي أسلوب أنه يكون ضحية ما بحبه وصارت وقتها وانتهت. بس أنت ما كنت ضحية على كل حال. أوكي بشكرك.